أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم دفن الميت في القبور المبنية في بطن الأرض؟ وهل يدخل ذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا؟ هذا حسب الحاجة. إذا كانت الأرض صلبة، ومتماسكة، فإنه فيحفر القبر في بطن الأرض ويعمل لحد ويوضع فيه الميت ويسد عليه اللحد ويدفن. أما إذا كانت الأرض غير متماسكة وغير قوية وغير صلبة تنهار على الميت، فلا مانع من بناء يحفر حفرة في الأرض وتبنى جوانب القبر لئلا ينهال عليه التراب، تبنى جوانب القبر ويوضع له للميت مكان ويوضع فيه ويسد عليه ويعمل فيه مثل اللحد. فالبناء إذا احتيج إليه في بطن الأرض بجوانب القبر لا بأس بذلك، وليس هو من البناء المنهي عنه. نعم.